جد الزوجة فضيلة الشيخ هل هو محرم للزوجة إذا كان من أمه أو أبيه؟ نعم، الجد محرم لزوجة حفيده سواء كان جدا من جهة الأب أو من جهة الأم، لقوله تعالى في عداد المحرمات: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أي الذين ليسوا من المدعين، لأنهم كانوا في الجاهلية يستلحقون الموالي وينسبونهم إليهم ويقولون فلان ابن فلان، وهو ليس ابنا له إنما هو مولاه، فيعني أنه عتيقه. فالله أبطل هذا، أبطل التبني، وقالوا ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. ولم يجعل، قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. الحاصل أن قوله من أصلابكم يعني ليسوا من الموالي الذين كانوا يتبنونهم. نعم.